نتائج جد جيدة الحمد لله، يعني حققوا هدفهم وهو أول بلد عربي وإفريقي يعني في الترتيب العام، وكذلك نتيجة جد مشرفة. فالشيء اللي نتمنى وأكيد راح يكون لهم دعم كما كان من قبل هذه الألعاب لتحسين يعني لنتائج إن شاء الله في المستقبل القريب أحسن وأحسن. ومرة أخرى أهنئ كل الرياضيين وكل الطواقم تاعهم. سعيدة جدا بهذه النتائج المشرفة، يعني هم الأوائل عربيا وإفريقيا يعني، وهذا النتائج طبعا كانت منتظرة، وكانت عندنا ثقة كبيرة في إرادتهم وإبداعاتهم، والإرادة موجودة، العزيمة موجودة، إمكانية الدولة رفقتهم كانت متوفرة موجودة، واستغلوها واستثمروا فيها وحققوا نتائج إيجابية جد مشرفة. سيمي دايدور في مختلف الرياضات راه تانيك هذا انجاز كبير، ما تخفاش عليكم باللي شاركنا في الالعاب القوى، الجيدو، باكانوي، الباور ليفتينغ، يعني الحمد لله يعني نشوفوا باللي كاين توازن ما بين الرياضات. الشيء الايجابي في هذه الطبعه يعني ميداليتين لم تكن في الحسبان، هي ميداليه الجيدو وعمر اللي فاجانا والحمد لله كان في المستوى. ايضا اول مشاركه، اول ميداليه، اول انجاز الباغا كانوي، اللي نشكر اتحاديه الاسوياء اللي دعمت هذا الرياضي باش نزيدوا في الحصيلة الميداليات. درنا يعني كل المجهودات تاعنا لننال واش نلنا اليوم، 6 ميداليات ذهبيه، 6 مرات انا الناشد الوطني في باريس. تحيه الجزائر.